يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف صوفي يتمسح بالقبور ويذبح لها؟ لا تصح الصلاة خلفه لأنه مشرك. الذي يذبح للقبور هذا مشرك، الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قرنه مع الصلاة. لا يجوز الذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو مشرك، الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة خلفه. نعم.